بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المستقبل، لا شك أن المستقبل يشغل عقل وقلب ولب كل واحد فينا، فكان المستقبل وما زال محل قلق وموضع هم وغم لدى الإنسان، والواقع والحقيقة أن الإنسان مهما بلغ من القوة والسلطة والجاه والمال يظل دائما يتخوف من المستقبل ويتطلع إلى غد أفضل وإلى حياة سعيدة أبدية لا غم فيها ولا كدر، وهذا الخوف ينغص عليه صف واقعه ويومه وحياته. فما هو الحل وما هو السبيل الذي يبعث الاطمئنان في قلب الإنسان ونفسه وروحه؟ نحن كمؤمنين ومسلمين نعتقد ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو مالك السماوات والأرض وبيده زمام السماوات والأرض، وهو سبحانه وتعالى قد ابتعث لنا بالأنبياء والكتب والرسل لتكون لنا دليلا وخريطة نهتدي بها إليه سبحانه وتعالى، فنعرفه ونعبده ونحظى بالسعادة الأبدية والعيش الرغيد. وقد وردنا بالأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أشد الناس بلاء فقال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والقرآن الكريم مليء بقصص الأنبياء عليهم السلام وحياتهم وأنواع من الابتلاءات التي حصلت معهم وكيف كانوا يواجهونها فيلجؤون إليه سبحانه وتعالى ليفرجها عنهم. ولا شك أن هذه القصص إنما هي عبر ودروس ونبراس يستضيء به المسلم والمؤمن والإنسان في حياته وواقعه ليحظى بسعادة أبدية وبرضا من الله سبحانه وتعالى. موضوعنا لليوم هو قصة سيدنا يونس عليه السلام الذي ابتلعه الحوت وألقي به بالبحر. فسنقرأ إن شاء الله من كتاب اللمعات من اللمعة الأولى لبديع الزمان هذه القصة، ونرى هل نحن فعلا غارقين في البحر، وهل نحن في بطن الحوت، وهل الواقع الذي كان به سيدنا يونس عليه السلام يشبه واقعنا، وإذا كان هذا فما هو الحل وما هو السبيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن مناجاة سيدنا يونس بن متى على نبينا وعليه الصلاة والسلام هي من أعظم أنواع المناجاة وأروعها، ومن أبلغ الوسائل لاستجابة الدعاء وقبوله. تتلخص قصته المشهورة بأنه عليه السلام قد ألقي به بالبحر، فالتقمه الحوت وغشيته أمواج البحر الهائجة، وأسدل الليل البهيم ستاره المظلم عليه، فداهمته الرهبة والخوف من كل مكان، وانقطعت أمامه أسباب الرجاء وانسدت أبواب الأمل، وإذا بمناجاته الرقيقة وتضرعه الخالص الزكي: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يصبح له في تلك الحالة واسطة نجاة ووسيلة خلاص. وسر هذه المناجاة العظيمة هو أن الأسباب المادية قد هوت كليا في ذلك الموضع المرعب، وسقطت نهائيا فلم تحرك ساكنا ولم تترك أثرا.
ذلك لأن الذي يستطيع أن ينقذه من تلك الحالة ليس إلا ذلك الذي تنفذ قدرته في الحوت وتهيمن على البحر وتستولي على الليل وجو السماء، حيث إن كلا من الليل الحالك والبحر الهائج والحوت الهائل قد اتفق على الانقضاض عليه، فلا ينجيه سبب ولا يخلصه أحد ولا يوصله إلى ساحل السلامة بأمان إلا من بيده مقاليد الليل وزمام البحر والحوت معا، ومن يسخر كل شيء تحت أمره حتى لو كان الخلق أجمعين تحت خدمته عليه السلام ورهن إشارته في ذلك الموقف الرهيب ما كانوا ينفعونه بشيء. أجل لا تأثير للأسباب قط، فما أن رأى عليه السلام بعين اليقين ألا ملجأ له من أمره تعالى إلا اللواذ إلى كنف مسبب الأسباب، انكشف له سر الأحدية من خلال نور التوحيد الساطع حتى سخرت له تلك المناجاة الخالصة الليل والبحر والحوت معا، بل تحول له بنور التوحيد الخالص البطن الحوت المظلم إلى ما يشبه جوف غواصة أمينة هادئة تسير تحت البحر، وأصبح ذلك البحر الهائج بالأمواج المتلاطمة ما يشبه المتنزه الآمن الهادئ، وانقشعت الغيوم عن وجه السماء بتلك المناجاة، وكشف القمر عن وجهه المنير كأنه مصباح وضيء يتدلى فوق رأسه. وهكذا غدت تلك المخلوقات التي كانت تهدده وترعبه من كل صوب وتضيق عليه الخناق، غدت الآن تسفر له عن وجه الصداقة وتتقرب إليه بالود والحنان، حتى خرج إلى شاطئ السلامة وشاهد لطف الرب الرحيم تحت شجرة اليقطين. فلننظر بنور تلك المناجاة إلى أنفسنا، فنحن في وضع مخيف ومرعب أضعاف أضعاف ما كان فيه سيدنا يونس عليه السلام. سننظر الآن كيف أن نحن نعيش في وضع مخيف ومرهب أكثر مما كان عليه السلام، يعني الإنسان ما كان عليه يونس عليه السلام، يعني الإنسان في بطن الحوت وفي ظلمات الليل وفي ظلمة البحر، هل ممكن أن يكون في حالة أسوأ من تلك الحالة؟ سننظر الآن. حيث إن ليلنا الذي يخيم علينا هو المستقبل، فمستقبلنا إذا نظرنا إليه بنظر الغفلة يبدو مظلما مخيفا، بل هو أحلك ظلاما وأشد عتامة من الليل الذي كان فيه سيدنا يونس عليه السلام 100 مرة. وبحرنا هو بحر الكرة الأرضية، فكل موجة من أمواج هذا البحر المتلاطم تحمل آلاف الجنائز، فهو إذن بحر مرعب رهيب 100 ضعف رهبة البحر الذي ألقي فيه يونس عليه السلام. وحوتنا هو ما نحمله من نفس أمارة بالسوء، فهي حوت يريد أن يلتقم حياتنا الأبدية ويمحقها. هذا الحوت أشد ضراوة من الحوت الذي ابتلع سيدنا يونس عليه السلام، إذ كان يمكنه أن يقضي على حياة أمدها 100 سنة، بينما حوتنا نحن يحاول إفناء 100 الملايين من سني حياة خالدة هنيئة رغيدة. إذن الحوت الذي ابتلع سيدنا يونس عليه السلام ممكن أن يفني عمره في هذه الحياة، الذي ممكن أن يكون 100 سنة، وطبعا نحن أعمارنا كما قال مثلا بين 60 و70. أما النفس الأمارة أو حوت النفس الأمارة كما شبهها الأستاذ تحاول أن تبتلع الحياة الخالدة. فما دامت هذه حقيقة وضعنا
فما علينا إذن إلا الاقتداء بسيدنا يونس عليه السلام والسير على هديه، معرضين عن الأسباب جميعا، مقبلين كليا على ربنا الذي هو مسبب الأسباب، متوجهين إليه بقلوبنا وجوارحنا، ملتجئين إليه سبحانه وتعالى، قائلين: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، مدركين بعين اليقين أن قد ائتمر علينا بسبب غفلتنا وضلالنا مستقبلنا الذي يرتقبنا، ودنيانا التي تضمنا، ونفوسنا الأمارة بالسوء التي بين جنبينا، موقنين كذلك أنه لا يقدر أن يدفع عنا مخاوف المستقبل وأوهامه، ولا يزيل عنا أهوال الدنيا ومصائبها، ولا يبعد عنا أضرار النفس الأمارة بالسوء ودسائسها إلا من كان المستقبل تحت أمره، والدنيا تحت حكمه، وأنفسنا تحت إدارته. طبعا لا يتوهم أن الأستاذ يأمر هنا في عدم الأخذ بالأسباب، فهذه هي شريعة، وهذه هي سنة الله بالكون، لكن هذه الأسباب لا تقيم وزنا إذا توجهنا إليها بدل أن نتوجه إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، الذي هو خالق الأسباب، والذي هو مدبر هذه الحياة ومن عليها. فهو يلفت نظرنا إلى أننا في واقع سيء وواقع مرير لا سبيل للإنسان من الخلاص منه إلا بالالتجاء الكلي إلى الله سبحانه وتعالى، معرضا عن هذه الأسباب بكونها نافعة أو غير نافعة، فالنافع هو الله سبحانه وتعالى. هذه هي الفكرة التي يريد أن يقدمها الأستاذ. ونحن عندما نلجأ إلى الله عز وجل نلجأ لجوء المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فكأننا نحن الآن في بطن الحوت، وكأننا في تحت البحر، وكأننا في ظلام الليل هذا الدامس. نحن يجب دائما أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بهذه النفسية وبهذه الروح وبهذا الاعتقاد. عندها بإذن الله سبحانه وتعالى تتفرج الهموم، ونحظى بفضله وكرمه بحياة إن شاء الله أبدية سعيدة هنيئة. ترى من غير خالق السماوات والأرضين يعرف خلجات قلوبنا، ومن غيره يعلم خفايا صدورنا، ومن غيره قادر على إنارة المستقبل لنا بخلق الآخرة، ومن غيره يستطيع أن ينقذنا من بين ألوف أمواج الدنيا المتلاطمة بالأحداث. حاش لله وكلا أن يكون لنا منج غيره ومخلص سواه. فهو الذي لولا إرادته النافذة ولولا أمره المهيمن لما تمكن شيء أينما كان وكيفما كان أن يمد يده ليغيث أحدا بشيء. إذن فلا تظن أن السبب هو الذي يرزق، أن السبب هو الذي يشفي، أن السبب هو الذي يطعم، أن السبب هو الذي يعني يعطيك القوة، إنما السبب هو أمام إرادة الله سبحانه وتعالى، وكما يقال لا شيء. فما دامت هذه حقيقة وضعنا فما علينا إلا أن نرفع أكف الضراعة إليه سبحانه، متوسلين مستعطفين نظر رحمته الربانية إلينا، اقتداء بسر تلك المناجات الرائعة التي سخرت الحوت لسيدنا يونس عليه السلام، كأنه غواصة تسير تحت البحر، وحولت البحر متنزها جميل، وألبست الليل جلباب النور الوضيء بالبدر الساطع، فنقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنلفت بها نظر الرحمة الإلهية إلى مستقبلنا بقولنا: لا إله إلا أنت، ونلفتها إلى دنيانا بكلمة سبحانك،
ونرجوها أن تنظر إلى أنفسنا بنظر الرأفة والشفقة والشفقة بجملة سبحان إني كنت من الظالمين، كي يعم مستقبلنا نور الإيمان وضياء بدر القرآن، وينقلب رعب ليلنا ودهشته إلى أمن الأنس وطمأنينة البهجة، ولتنتهي مهمة حياتنا ونختتم وظيفتها بالوصول إلى شاطئ الأمن والأمان. تلك الحقيقة التي هي سفينة معنوية أعدها القرآن العظيم، فنبحر به عباب الحياة فوق أمواج السنين والقرون الحاملة لجنائز لا يحصرها العدد، ويقذفها إلى العدم لتبدل الموت والحياة وتناوبهما الدائبين في دنيانا وأرضنا. فننظر إلى هذا المشهد الرهيب بمنظار نور القرآن الباهر، وإذا هو مناظر متبدلة متجددة يحول تجدلها المستمر تلك الوحشة الرهيبة النابعة من هبوب العواصف وحدوث الزلازل للبحر إلى نظر تقطر منه العبرة. يعني عندما نرى نحن هذه الجنائز لا نستهابها، بل إنما نعتبر فنلجأ إلى الله عز وجل، ونعتبر فنعلم أن عمرنا في هذه الحياة ما هو إلا بضع سنين، وأنه سيمضي كطرفة عين، فنجعل نظرنا واهتمامنا وشغلنا الشاغل هو الحياة الأبدية والتي فيها السعادة الحقيقية والعيش الرغيد. فإذا يصبح هذا الموت الذي هو مبعث خوف ومبعث رهبة إنما هو مبعث عبرة وتفكر للإنسان. فننظر إلى هذا المشهد الرهيب بمنظار نور القرآن الباهر، وإذا هو مناظر متبدلة متجددة يحول تجدلها المستمر تلك الوحشة الرهيبة النابعة من هبوب العواصف وحدوث الزلازل للبحر إلى نظر تقطر منه العبرة، ويبعث على التأمل والتفكر في خلق الله، فتستضيء وتتألق ببهجة التجدد ولطافة التجديد، فلا تستطيع عندها نفوسنا الأمارة على قهرنا، بل نكون نحن الذين نقهرها بما منحنا القرآن الكريم من ذلك السر اللطيف، يعني سر التفكر والتأمل بخلق الله عز وجل، بل نمتطيها بتلك التربية المنبثقة من القرآن الكريم، فتصبح النفس الأمارة طوع إرادتنا وتغدو وسيلة نافعة ووساطة خير للفوز بحياة خالدة. الخلاصة: إن الإنسان بما يحمل من ماهية جامعة يتألم من الحمى البسيطة كما يتألم من زلزلة الأرض وهزاتها، ويتألم من زلزال الكون العظيم عند قيام الساعة، ويخاف من جرثومة صغيرة كما يخاف من المذنبات الظاهرة في الأجرام السماوية، ويحب بيته ويأنس به كما يحب الدنيا العظيمة، ويهوى حديقته الصغيرة ويتعلق بها كما يشتاق إلى الجنة الخالدة ويتوق إليها. فما دام أمر الإنسان هكذا فلا معبود له ولا رب ولا مولى ولا منجى ولا ملجأ إلا من بيده مقاليد السماوات والأرض وزمام الذرات والمجرات وكل شيء تحت حكمه طوع أمره. فلا بد أن هذا الإنسان بحاجة ماسة دائما إلى التوجه إلى بارئه الجليل والتضرع إليه اقتداء بسيدنا يونس عليه السلام، فيقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ونحن نقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإلى لقاء آخر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.